كنت عارفه حيت انا في خبر انه كيخدم تما وهذا، فاش شفتو كيسحب لي يعني خدام تما على راسو هذا، حتى قال غادي ندخلو مول الضحكه، دخلو وبدا داكشي ديالهم اللي عملو. قال بزاف ديال الهضره باش يعصبوني وما ينزلوش داكشي علاش تعصبت، وينزلو غير داكشي اللي انا كنبان فيه معصبه، فهمتي. وبدا قال بزاف ديال الهضره باش يستفزوني، وبقاو كيوقفوا وكيخرجوا كيتفقوا وكيرجعوا فين ما كيرجعوا لي ببلان بحال ما كنقولوا، وما كي يعني داك البلان ديالهم ما كيصوروا منه والو، كيرجعوا ثاني يخرجوا ويرجعوا يدخلوا، صافي حتى عصبوني. واكيد غادي نتعصب بحال اي انسان كيتعصب عادي، صافي وقفت ورجعوني مراسهم وحطوا غير داكشي اللي بغاو لي في الصالح ديالهم. هذيك الكلمه اللي واش هذيك الكلمه اللي تقطعت واش فيها شي كلمه خايبه ولا غير؟ لا ماشي شي كنقولوها يعني كنقولوها عادي، شي كلمه يعني غاف. العشابي وصيفط لي ميساج كيبارك لي بالاغنيه الجديده ديالي، يعني بحال ما قلت ما عندي مشكل، ما عنديش مشكل معاه، عندي مشكل مع هذاك السيد اللي كيفاش هضر، واخا كاع يكونوا متفقين ما عندوش حق يهضر معايا بديك الطريقه. اول حاجه عندنا الحريه في المغرب، ثاني حاجه خاصو يحترمني كضيفه في البرنامج، وخاصو يحترم راسو الاول باش انا نحترمو، كيقول لك احترم تحترم، وشكرا وبيزو.